في فيديو اليوم راح نحاول نعيش 50 يوم في مدينة الواردن. فإذا ما كنت مشترك اشتركوا في القناة ونورنا واضغط على اللايك، وكمان شكرا لكم جدا على 60 مشترك. فقبل ما نبدأ الفيديو انزل اشترك واكتب تعليق واضغط على زر اللايك، وبس كده اشوفكم بقى في اخر الفيديو. من اليوم الاول لليوم التاني جبت معايا، طلعت جبت لي شوية ديرت من فوق، وكمان جبت لي شوية سابلينج كده اللي احنا ممكن نحتاجهم. لفيت على كل البيومات دلوقتي، بس احنا محتاجين شوية ديبسليت. وكمان اللي ميعرفش احنا ممكن نعمل لنا ادوات الكابلستون او الادوات الحجرية من الديبسليت. يعني بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، احنا عملنا الفرن اهو من الديبسليت، وكان نحط على طول ايرون يتشوي. وكمان رحت لوت شوية من الحاجات الشيستات الموجودة، ودي الحاجات اللي انا جمعتها اللي في الشيست واللي معايا في الانفنتوري. فشو جمعت شوية نمتاج وشوية خشب وبيكاكس وكتب مطورة واكسبي. ودلوقتي نبدأ نكبر لنا الخشب، الشجر نكبروها، طلعت الشجرة الكبيرة زي ما انتوا شايفين كده اهو. نروح على طول نكسر في الخشب. دلوقتي نفتح هنا الفرن او الكرافتنج، قصدي نفتح كده كرافتنج، نعمل لنا شوية شيستات عشان خاطر احنا عندنا الشيست الاولاني دوت اتملى على الاخر ومش هنعرف نحط فيه اي حاجة. ففي اخر الفيديو هتشوفوا حاجة انتوا هتحبوها جدا جدا جدا، وهيخليكوا تستنوا الجزء التاني على طول. فانزلوا تكتب لي تعليق وقول لي ايه رأيك في الفيديو دوت. نبدأ على طول كده وان شاء الله هيعجبكم الفيديو. فمتطلعوش وتخليكوا تتفرجوا لحد النهاية عشان تشوفوا اللي هيحصل. دلوقتي نعمل لنا شوية كمان، نعمل لنا قصدي بتاع دوت شيل بتاع سويدة شيل ده احنا كنا عاملينه. ايوه نعمل لنا بكاكس ايرون، ونفتح دلوقتي الشيست تاني نشيل لنا الحاجات اللي معانا. كمان اللي هخلي السامبلينج معانا زي ما انتوا شايفين الشيل ده معانا. فخلينا على طول نروح كده ندور بقى في الشيستات برضو انا لسه مدورتش فيها كويس. يب شفنا، بصوا شفنا في البداية كده شوية ايرون، انا هحتاجه الايرون. وكمان هنا كنت حاطط خشبة عشان كنت لاقي دايموند، هي تقريبا حتة مش لاقيها في المنتج اللي هي اليوم الاول والتاني لما كنت بجمع الديرت والحاجات من فوق، بس انا لقيت في البداية كده دايموندتين في اليوم التالت، ودي بصراحة يعني حاجة اسطورية جدا وحلوة. كمان نبدأ نكسر لنا شوية الايرون دول اهو. انا كمان هحتاجه الايرون يعني مش بكميات كتيرة، بس انا هحتاجه برضو كمية محترمة كامل الايرون. دلوقتي نفتح الشيست ده زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقوا بقى كل الشيستات اللي انا افتحها ممكن تلاقوها دلوقتي بتتفتح. فزي ما انتوا شايفين هنا شوية حاجات كده زي ما انتوا شايفين اهي. دلوقتي لقينا شوية ايرون مكسرة. دلوقتي رجعنا للبيت بعد ما جمعنا الحاجة، محتاجين دلوقتي اللي احنا نعمل لنا بيت، وهنعمله البيت بتاعنا داخل في الجبل جوه كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي في زومبيز بس بدأوا يغلسوا عليا كده، وانا لسه بادئ اكسر، معرفش ايه اللي خلاهم يرازمينوا وهنا مع انهم ممكن مش مرازمين اساسا، بس يلا هما بدأوا يرازمينوا. نبقى نفضل نهرب منهم، نعمل لنا على طول ابواب كده اهو زي ما انتوا شايفين عشان نمنع الزومبي يدخل عندنا من جوه. نحط الباب ونفتح ندخل. زي ما بتقولوا كده في اليوم الخامس احنا لقينا سبونر، معرفش سبونر سكيلتون ولا سبونر ايه، بس لقيناه جوه الماين شافت. نفتح كده جنب افجر مفيش اي لازمه، بس ماشي ناخده. ولقينا كمان البتاع اللي هي الغريبة الايتم الغريب دوت، ولقينا هنا ماين كارت ويز تشيست. نفتحه كده اوكي نمتلك، بس هو اللي احنا فيه. قلت رجعنا والحاجات دي كلها انا كنت مجمعها، انا اختصرت لكم برضو الشغل شويه كده في المنتج عشان خاطر ما تزهقوش. كده انا عامل لنا اول سرير، والصوف اللي انا جبته من بتاعت مدينه الورد. نحاول ننام شايف. دلوقتي جه اليوم اللي احنا ندخل البوابه اللي تحت وش الواردن، ولا البوابه اللي في النص المدينه دي، نحاول ندخلوها كده. بس مش احنا نقدر ندخلها من فوق؟ لا بيتهيألي لا، مش مننا، هي من تحت. ثواني بس ننزل كده ناخد لنا البستون دوت. ايه ده البستون اختفى، راح فين؟
معرفش شكله بيختفي او في لاج بيحصل او جليتش لما يبقى مفتوح كده يعني زي بلوك يعني، ونيجي نرده في جليتش بيحصل. يب في جليتش، نكسر دي كمان، خد لنا البستون دي ممكن نحتاجوها في اي حاجة ممكن نحتاجوها. دلوقتي اليوم السابع زي ما انتم شايفين، هنا لقيت مية وجنب منها لوفا، يعني بحيرة لوفا، فمعايا 11 دايموند ده، فاحنا نعمل لنا على طول كده بكاكس دايموند، عشان كمان كنت جايب لك سلوتل عشان خاطر نعمل لنا بكاكس دايموند، عشان خاطر نعمل لنا نجيب لنا اوبسيديان من اللوفا. نحط لنا مية كده اهو، نجيب على طول اوبسيديان، ونروح طبعا من ننساش الاكسلوتل، نروح نجيبه من هناك. واو شكله كده هيدوخنا. لا تعالى بقى على طول بقى. اوكي في دايموند تاني تحت، ماشي اوكي حلو. هو هينزل دلوقتي هيدمج بتهيألي، يب بيدمج. الحاجة بسرعة انا بقى نحطه الحمد لله قبل ما يدمج، وناخد الايرون الدايموند دوت ونحبة شايف. هو شكله كده 3 حبات، فهنكسر على طول من هنا برضو الاوبسيدين كده، هياخد وقت طويل، انا هسرعه في المونتاج. الاوبسيدين اخد مني وقت طويل وانا بكسره، فلدرجة ان بص معرفش انا جبت جمعت كام حبة اساسا، تقريبا حاجة و20 حبة اللي احنا نجمعوها. هما تقريبا حاجة و20 حبة اللي احنا بنجمعوها، او 15 يعني كده حاجة كده. اوكي معانا 5 دلوقتي، بس احنا نبدأ نجمع تاني. ولقيت كمان دايموند تاني، يعني بصوا احنا في البحيرة اللي هي الماية اللي حطيت فيها الاكسلوتل عشان خاطر اعرف اعمل بتاعت اللوفا، ولقينا حبتين اكتر من، ولقينا بوابة النيزر دي حاجة غريبة يعني، البوابة راسبينها تحت الارض كعف. احنا ناخد لنا بلوكة الجولد، ناخد لنا اللود ده كمان، نحط كرافتنج، نعمل لنا كرافتنج للايرون، بعد كده ناخد الريد ستون ده معانا، ممكن برضو نحتاجه احنا منعرفش، ممكن نحتاجه اساسا في السلسلة دي. وكمان السلسلة دي هتبقى يعني 2 أو 3 بالكتير. كمان لقيت هنا دايموند، اوكي على الحظ لقيت دايموند تاني، دايموند هناك ودايموند هنا. او ماي جاد اخيرا طلعنا وشوفنا العالم الخارجي تاني في اليوم 16، في اليوم 16 طلعنا وشوفنا العالم الخارجي. دلوقتي بقى هنحتاج ان احنا نروح ندور لنا على رمل، ورمل اهي شكله هنا اهو، هننزل على طول ناخد لنا شوية رمل عشان خاطر هنحتاج ان احنا نعمل لنا زي منظر كده جميل للبيت بتاعنا اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي لما نخلص الرمل وننزل. ودلوقتي كده احنا لقينا البامكن ده كمان، ناخده معانا بالمرة في طريقنا كده، ممكن ننور بيه، بعد كده نحط الرمل يتعمل في الفرن يطلع علينا الازاز. وهنا بقى هنبدا ان احنا ناخد لنا شويه رمل، جبت لي كمان شوجر كان من فوق. طيب إيه؟ سبحان الله سبحان الله، بكسر البتاع لقيت الدايموند تحتها. ما علينا، دلوقتي بقى احنا هنحط الرمله، بعد كده ندخل بقى نوريك البيت. هو هي اوضه واحده حاليا دلوقتي، بس احنا هنفتح مكان من هنا كده عشان نعمل فيه ديرت، وجنب منها يعني في كل مسافه هنحط بلوك الدراس. كان هنا نبدأ نكبر الشوجر كين، مش عايز يكبر اساسا، عرفت المشكلة كده بقى، مشكلة تتحل ان شاء الله. هنا بس باك التلات ايدينا، نحط الشوجر كين هنا كده، نبدأ نكبره. يب كده المشكلة اتحلت، نبدأ ناخد الشوجر كين ده كله كده، هيطلع لي حبتين بحبتين بس، ماشي اوكي حلو. دلوقتي بقى ندخل نوريكم في اليوم 30 ستارت، وعملت المكان زي ما انتم شايفين كده اهو، حطيت هنا بلوك هما 3 بلوكات بس، انا حطيتهم جراس، وبدأ الجراس يتوزع في المكان. عندنا كتاب، بعد كده نفتح لنا ربط الشيست، نجيب لنا شوية دايموند، عملنا مكتبة التطوير. وكده بقى احنا نشوف المنظر كده، ايوه كده المنظر حلو بقى، حلو شوية. وهنا لسه برضو بتاع الجراس بينتشر لسه، فاحنا بنعمل الحركة دي اساسا ليه؟ علشان خاطر اللي احنا نقدر نخلي فيه خرفان وبقر وبتاع دوت فراخ يرزبن.
ودلوقتي احنا هنفتح مكان تاني، واحنا فتحناه اهو زي ما انتوا شايفين، وهنا الجراز بدأ ينتشر بكثرة في المكان زي ما انتوا شايفين كده اهو. وتعالوا نوريكم بقى المكان اللي احنا فتحناه دوت، هو ما خدش مني وقت كبير اساسا في المكان دوت في فتحه. زي ما انتوا شايفين هنا المكان دوت مقفول، وهنا المكان مقفول، والمكان دوت مفتوح. المكان دوت بقى يبقى مكان مكتبة التطوير، وهنا يبقى فيه ستورج صغير كده نخزن فيه اي حاجة احنا محتاجين نخزنوها، وهنا كده فيه شوية جرافل فاحنا هنحتاجه ده هنشيله. ودلوقتي اليوم 32 زي ما انتوا شايفين فتحنا او ما فتحناش، لا الاوضة كده بقت حلوة اهي، والمكان بتاع المدخل بتاعنا بقى حلو، وهنا فيه بارتين اترابط بينه. اوكي نبدأ بقى نكسرهم، ونبدأ هنا نكسر لنا بقى شوية من تحت، نحط لنا هنا شوية ديرت، وبعدين نحط لنا شوية مية من هنا، مية اللي في الاكسلوت اللي ماشي عادي كده، ناخده تاني اهو ماشي كده. بقى احنا انتوا اكيد عرفتوا هنعمل ايه هنا، هنزرع اللي احنا هنزرعه، نزرعه كاروت، فهنحتاجه ده احنا نطلع ناخد لنا شوية كاروت من فوق، نجوز بس البقر الاول كده عشان يبقى عندنا بقر يما. احنا كده عندناش بس غير دلوقتي خمسة، نبدأ نكبره ديت بقى كده اهو عشان نجوزوها مع البقرة اللي اتطور منها. اوكي كبرت، ندوهم كده واحدة واحدة هنا ويطلع بقى على طول، وسيبهم بقى يكملوا مع نفسيهم. زي ما انتوا شايفين جبت الجزر اهو، نبدأ نحطه بقى كده اهو عشان نزرع، وعشان دوت هيبقى الأكل بتاعنا. كمان احنا في الكاف يعني ممكن نجيبوا لنا بتاع جولد ناجت او جولد ونعملوه ناجت بالسهولة قوي يعني، او ندخل نزرع على طول ونجيب لنا جولد ونعملوه ناجت، او هو الجولد بيبقى ناجت. نبدأ نجمع لنا شوية ليفلات من هنا كده اهو. ودلوقتي بعد ما رحت برضو دورت على شوية جولد ما لقيتش للأسف، ولقيت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كده، فعلى طول بدأت اسيح الايرون، وهنا عملت لي انفل، ودخلت عملته جوه، حطيته جوه عند مكتبة التطوير علشان ندمج الكتب اللي معانا مع الحاجات الادوات اللي احنا عملناها. وهنا الستورج زي ما انتوا شايفين ده معمول كده اهو، نحط لنا الانفل جوه كده اهو، نفتح كده ونبدأ نضيف بقى الكتب والحاجة، ونطور ونعمل كل اللي احنا عايزين نعمله. هنا جيلي بس شاربنس، هنا بروتكشن، يعني برضو ما بفهمش في التطويرات من الاخر عشان ايه ما نلفش وندور مع بعضينا، برضو ما بفهمش في التطويرات. يعني انا عارفه ان فيزر فيدنج دي حلوة بس اللي احنا لما نيجي ننط، اعرف اللي هي اللوتينج والشاربنس والديفيشنسي الحاجات دي، لكن ما اعرفش البروتكشن الانبريكنج عارفها، ما اعرفش البروتكشن ولا بلس بروتكشن، وعارف التوتوريال اللي هي سويفت سنيك ولا سنيك سويفت الجديده دي اللي مش بتخلينا كاننا هنشفت يعني وكده. دلوقتي احنا دخلنا النيزر اهو زي ما انتوا شايفين، وعلى الحظ مشيت تقريبا 600 بلوكه ولقيت قلعه النيزر اللي هي فورتريس اللي هي بتاعت البليز والوزر سكيلتون، وناخد لنا بس من هنا كده بليز عشان خاطر عايزين نعمل لنا آلة المشروبات اللي احنا هنقدر نعمله من خلالها حاجة هتفيدنا خالص في الحلقات الجاية. هو كان الصوت عالي فهو التتو زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده بقى احنا هنجيب ايه، هنعمل لنا بوشن الويكنس ومعانا جولدن ابل، وهنروح نعمل لنا بوشن الويكنس زي ما انا قلت عشان نعالج الزومبي فيلجر اللي هيرز من في الظلام هنا في الكهف، ونقدر نعالجه يبقى معانا فيلجر ومن غير ما نطلع نجيبوه من فوق الكلام ده كله. هنا نفتح الشيست بقى، نبدأ نشيل بقى في الحياة كده. وكمان عملت لي بو وسنارة كده، نعمل لنا سنارة اهو، ونروح بقى ندخل بقى من على طول احنا نروح ندخل نطورهم. زي ما انتوا شايفين دي التطويرات اللي طلعت لي على البو، معرفش ليه البو طلع لي عليه تطويرات ياما كده. كمان رحت جمعت لي ليفل عالي اوي عشان خاطر يطلع لي حاجات حلوة بقى محترمة. وهنا لوك اوف ذا سي، اوكي لوك اوف ذا سي بس انا كنت عايز كمان تطوير نور. احنا بقى ندفن طورتهم وندفوه مع بعض، وهنا برضو البودات ندفوه كده، الجوهين ندفوه مع بعض، وزي ما انتوا شايفين دي كل حاجة كده. فهنروح بقى على طول ثواني، نروح بقى نصور كده على طول الخمس ايام الاخيرة دي، واليوم الاخير هو اليوم الخمسين هتشوفوا حاجة هتعجبك. دلوقتي احنا طلعنا بره عشان نصطاد ونشوف الحاجات الحلوة هتطلع لنا، وفي حاجات ياما هتطلع لي بس انا تقريبا هقطعها في المونتاج.
وهنا بقى لما نزلت اكتشفت ان في اوضه بتاعه التلج هنا، مش عارف انا اول مره اشوف الاوضه دي في بتاعه الواردن، بس على طول بدات اخد التلج بالبيكاكس السليكتاتش اللي معايا. ودلوقتي جه اليوم 50، عشان تعرفوا بس ان انا بحب المخاطر والخطوره، هنبدا ان احنا نرسب لنا الواردن هنا وهنبدا نتضارب معاه. هو ممكن يرسبن لنا بعد 3 مرات، فهنحاول هنعمل كل اللي علينا عشان خاطر يرسبن، ناخد لنا بس دي كده اللي هي السنسور ولا السنسير ولا مش عارف اسمها ايه، نحطها هنا على طول كده. زي ما انتوا شايفين هتبدأ توصل لهم، توصل له احنا عملنا الصوت، وهيبدأ يرسبن لنا في الواردن. يا رب بس يرسبن على طول. ناخد وقت طويل. راسبن بقى، هو بيتهيألي راسبن، لا مراسبنش. طب ثواني ثواني، المفروض تقريبا النور اللي في البتاع يضل. يب كده راسبن خلاص، كده رسميا الواردن راسبن، بس الصوت عالي فانا هوطت شوية، يعني في المنطقة كده بجتمع عشان كتير بيبقى الصوت عالي قوي. هو الواردن راسبن بس فين؟ اهو شفته على جنبي بس ما خدتش بالي من تسلمه. لا مش هنا، سوري هنرمو كده كورة التلج هنا يجي على صوتها. يا عالم ملجلج مش عارف ليه، انا بحب الخطورة وبعشق الخطورة، فعشان كده اهو عشان كده انا بعشق الخطورة، فعشان كده راسبن على طول. دلوقتي هنا بقى هديله ضربة، أول ضربة اديها له الواردن. بس ايه نعمل له كمين، خلوه يجي يقف هنا عشان نشوف فيه حد ولا لأ، نروح احنا ضاربينه، بس هو شكله كشفني فيطلع نجيب واحد على طول. زي ما انتوا شايفين تطوير الفيزر فيلينج خلت بتاع دوت الغلومة تتقص لنص قلب بس. وكمان لا لا مش لازم نروح هنا، مش لازم نروح هنا، مش لازم. كمان الفيديو اللقطة اللي احنا بنجمع فيها النزرايت للأسف مطلعتش في المونتاج، معرفش راحت فين أساسا. اللقطة اللي اتمسحت هي النزرايت واحنا بنعالج الزومبي فيلجو. فهنبدأ دلوقتي على طول كده احنا بنوقعه في الكمين، بس يا رب بس هو يسمع، هو شكله كده سمع الصوت مني أو هو شكله شافني أساسا. فدلوقتي بقى لعيونكم، لعيون المتابعين فقط، يعني لو انت مش مشترك ولا مش متابع، انا بعمل دوت للمشتركين فقط. احنا دلوقتي هنبدا نتعارك بقى قريب من الواردن. وما يجد لا لا لا، فاضل البوشه مش عايز يتاخد، هو الاكل عايز يتاكل. لا استنى استنى، دلوقتي اللاج دوت هيروح. او ماي جاد، قلبين ونص، قلبين ونص. لا 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 لا.